مآخذ على اليمين السياسة معنا. اليمين بلا مآخذ صدقني بيمشي حاله، وسيزول غدا قريبا يوما كالقشرة. واللي بيعيش ما بيقدر يذكر التاني، وهيدا مثل لبناني. مآخذ نضيع وقت فيها على اليمين، اللي نهايته يصف على اليمين ويعطيك كل ورق، وانت تكبل ورقه من اعلى سطح قدام كل الناس. هيدا مآخذ عليه ليه؟ ضيع وقت. المآخذ خليها لليسار، خلي مآخذك لشي في منه نوى، في منه مستقبل، لشي بعد ما خالصة مدته. ومآخذ على اليسار بالجمع ما في. أنا هلأ شايف مأخذ واحد بس، يمكن هالمأخذ ما مبين هلأ مهم بطوشة هالمآخذ. هلأ في خطة أمنية لبيروت الغربية، الغابة الشهيرة، خطة لازم تمشي، ويمكن ما وقت نحكي عن هالمأخذ. لا مبلا، ما هو بدل، ما هو بعل، ما هو هيدا دود الخل اللي منه فيه. تفضل، وهيدا مثل لبناني كمان. انت اليسار اللبناني بتعرف شو هالكلمة الكبيرة؟ تعرف هالكلمة مين بتضم؟ تعرف عبر الأيام شو يعني يسار؟ شو يعني مين كان يسار؟ ليه بدي أقول لك هالمأخذ؟ ليه لو وصلت الأيام نطلع إذاعة نقول مأخذ؟ والمأخذ أنت بتعرفه. ليك بدي أحكي، طالما أنه الكردي اللبناني رفيق، بس مش مثل الرفيق اللي من بيت إكس. على فكرة إكس عائلة لبنانية. لا عم نمزح، إكس يعني أي عائلة لبنانية. طالما إنه الكردة مش رفيق ودرجة أولى، ولما كل الدرجات بدنا إياها أولى، شو هالجرصة؟ ليش في درجات عندك انت صار في درجات؟ ما هو اختصر قول مواطن رفيق، وهذا كردة بس ينصاب على الجبهة لازم يلحقه نفس التطبيب اللي بيلحق إصابة رفيق من بيت إكس. يا عيب الشوم شو هالحكي، حكي على إذاعة كمان. يا رفيق بيير كاردا عيب، يا رفاق جي لاروش عيب، يا بني لبناني يميني أو يساري، إذا اليمين إلى زوال كما ذكرنا، بيبقى من واجب هاليسار إنه يفتح القاموس ويفتش على كلمة تستكردني ويلغيها. أولا لغوها من هالقاموس العربي اللبناني اللي بعد لهلأ مش معروف عربي ولا لبناني، انه هو الشعب الكردي قاد الدرس. ليش نحن ولاب ولاب؟ طيب ماشي، ما هو ما ماشي الدرس إلا على الأكراد. رؤس الحكومات اللي توالوا علينا بعد ما أقروا للكردة الجنسي، منيح فهمنا، بس رؤس أحزاب يسار بعد ما أقروا للكردة الرفاقية
مش منيح. ما فهمنا ولا رح نفهم. ولا يا عمي ما عم بيستشهد انه شو بيجي بترجاكن ليعيش مواطن؟ شو يعني بيستشهد مرتين ليموت رفيق ودرجة أولى من بيت إكس؟ ليك 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 عمالك لحظة بس بس تقرر تبعد عن بيير كاردان بتقرب على الأكراد. انتبه قايد الدرس. ايه ليش هالجمهورية المستقيمة مثل العجيبة بنص الخرطة؟ قايد شو بالله؟